إحراز التقدم بين الحكومة والثورية في وثيقة العدالة. أعلن وفد الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية مسار الدارفور أمس إحراز تقدم في وثيقة العدالة الانتقالية المتعلقة بقضايا المساءلة والمصالحة، حيث يجري نقاش حاليا على ملف المحكمة الجنائية الدولية. قال المتحدث الرسمي باسم وفد الوساطة في تصريحات صحفية، قال إن مسار دارفور قدم وثيقة العدالة الانتقالية متعلقة بالمساءلة والمصالحة والقضاء في قضايا وجرائم دارفور، ووضح أن الطرفين توصلا إلى كثير من التوافق حول هذه القضايا، سواء كان إنشاء المحاكم على مستوى دارفور أو المحاكم التقليدية التي يمكن أن تنظر في جرائم دارفور. بداية أستاذ يوسف، هل اقتربت الأطراف من أن تتوصل إلى سلام؟ نعتقد أن المفاوضات التي تجري الآن في جنوب السودان أو عاصمة جنوب السودان جوبا هي حقيقة مهمة، ولربما تدخل الآن لجولات المفصلية. ما يتعلق بمسار دارفور شهدنا أنه تم فيه كان اتفاق إطاري للجولة السابقة، الآن يمكن الوثيقة اللي مضوا فيها بتاعت العدالة الانتقالية تعد هي الأهم. أفتكر أن هذه المسألة مسألة مهمة وغير مسبوقة، ليه؟ لأنه النظام البائد بحكم أنه هو كان في دائرة الاتهام أو بضلوعه في الانتهاكات الجسيمة اللي شهدتها دارفور، لأنه أزمة دارفور تفجرت في حقبته بكل تأكيد يعني، فما كان في الأجندة يطرح مثل هذا الأمر، كيف مساءلة من أجرم وغيره وغيره، بقدر ما أنه النظام كان يقدم كده محاصصات ويقدم حوافز لجذب بعض الحركات اللي كان أول اللي بيغريها بأنها تشارك في السلطة وتتناسى مثل هذه القضايا اللي واقعت على المظالم الواقعة على الإقليم وكده. أفتكر أنه الآن تم فتح هذا الملف بشكل واضح وجريء، وتحدث ممكن المتحدث باسم الحكومة السودانية وعضو مجلس السيادة، شوفناه في حديث إنه ما تم إنجازه في هذا الجانب تفاق 50% من النقاط المطروحة. أنا أعتقد إنه ملف دارفور شهد في مفاوضات جوبا اختراقات مهمة جدا، زي التأمين اللي كان تم في قبل الاتفاق الإطاري على مسألة إشراك أصحاب المصلحة النازحين واللاجئين أو استلهام رؤاهم ومطالبهم في المسألة. أنا أفتكر إنه الآن قضية المحاصصات والمشاركة حتى الآن ما كانت هي الأساس في التفاوض الجاري، وده بيساعد كثيرا. طيب، أبرز العقبات التي تعرقل الوصول إلى اتفاق سلام في مسألة ملف دارفور، واحدة من العقبات التي ذكرت أيضا المحكمة الجنائية الدولية، أين الإشكال وهل يمكن التوصل إلى اتفاق فيها؟ نعم، المسألة بتاعت قضية المحكمة الجنائية الدولية ومعطال دارفور هي طبعا بالأساس يعني قرارات أو أمور صدرت بشأن إقليم دارفور والاتهامات اللي طالت قيادات في النظام البائد كان بسبب الانتهاكات الجسيمة اللي وقعت على مناطق في دارفور، والآن هم أصحاب المصلحة. فأي محاولة يعني إبعاد هذا الملف أو النأي أو عدم استلهام أو رؤام تحديدا دون الآخرين في هذه القضية هو المهم، هو الفيصل، لأنه هنالك سمت من فقدوا أبنائهم وكذا يعني. طيب، هل سيتم التوافق على اعتراف الحكومة بالمحكمة الجنائية الدولية وتسليم كل الجناح؟ والله حتى الآن المسألة دي يعني من فترة يتم التلويح بها بين فينية وأخرى، لكن لما تبقى المسألة هي قضية عدالة، قضية لها مطالبون وراها يعني وناس بعينهم، تبقى المسألة هي في أمل أو في يعني مجال لأنها تكون متاحة مسألة الجناية. في حديث عن تكوين محاكم مختلطة، في حديث عن إنه المحكمة الجنائية ذاتها مندوبين يجوا ويشوفوا الحاصل. أنا أفتكر إنه هذا الملف أيضا سيحسم في مسألة جولة المفاوضات الحالية.